قضية مهمة يعني في مصر كده، انتشرت الفترة الأخيرة قضايا السب والقصف. يا ترى الطعن في أعمال الموظف العام جريمة يعاقب عليها القانون؟ أنا معايا، هيبقى معايا مداخلة من الأستاذ محمد عثمان المحامي الشهير والمحامي بالنقد، وصديقي العزيز محامي محامين شمال القاهرة في السابق. أستاذ محمد عثمان أهلا بيك. اهلا بك يا دكتور ايمن، ازي حضرتك؟ استاذ محمد، عايز اسال حضرتك، الله يخليك، انا عايز اسال حضرتك باعتبارك يعني من المحامين الكبار والمشهورين في مصر، تقول يا ترى الطعن في اعمال الموظف العام يعتبر سب وقصف من عدمه؟ لا، هي ما تتاخدش كده. هو القصف في اعمال الموظف العام اذا كان بيستهدف الصالح العام ولا يقصد منه التشهير ويقصد منه مصلحه عامه وحصل بسلامه نيه وكان لا يتعدى اعمال الوظيفه، هنا هذا الكلام مباح ويعتبر قصف، كمان قصف مباح. يعني لازم تتوافر الشروط اللي انا اشرت لحضرتك عليها، ودي منصوص عليها في الماده 302 اجراءات. وقالت هذه الشروط، اما انك حضرتك بقى تقدم شكوى كيديه او يكون بينك وبين مديرك خصومه شخصيه فتتخذ من هذه الشكوى ستار، في شكوى وممكن يكون في وقعة، لكن طالما أمام جهات التحقيق لا يجوز بقى تداولها ولا يجوز توصيفها. اللي بيوصف هذه الادعاءات مثلا الفعل توصيفه هي سلطة التحقيق وهي النيابة العامة. يعني حضرتك عندك وقعة معينة فيها فساد، اتفضل اشرحها، اعرضها، اطرحها، قدمها لجهات التحقيق دون ان تتخذها وسيله للتشهير، لان كل احوال المتهم بريحه حتى تثبت ده. طب مين اللي بيحدد اذا كان ده تشهير من عدمه؟ يعني انا النهارده لو طلعت وقلت مثلا ان فلان الفلاني اللي هو بيشغل وظيفه موظف عام او في حكم الموظف العام عمل كذا كذا كذا، مين اللي يقدر يحدد ده تشهير من عدمه؟ بحسب الاحوال، لو تحقيق امام النيابه العامه، النيابه هنا بتقدر توازن بين ان كنت حضرتك تقصد صالح عام وفي وقائع جديه وانت بتكشف وقائع جديده بتفيد الصالح العام، هنا انت تاخد تعظيم سلام كمان وتاخد تحقيق. اما اذا كانت امور منظوره امام النيابه او سبق الفصل فيها او القضاء قال فيها كلمته ثم حضرتك تتخذها لترديدها والتشهير بيها وعده مرات وبوسائل مختلفه لشخص انت بينك وبينه خصومه او بينك وبينه خلاف وتقول ان انا بقصد الصالح العام، لا، هنا النيابه او المحكمه بحسب الاحوال تقدر توازن بين القصدين. يعني حضرتك طبعا استاذنا، وقبل ما تكون اعلامي ومحبوب انت محامي شهير يعني وشاطر كمان، فالموازنه بين القصدين وضحت؟ لا، يعني انا دلوقتي لو من على منصه البرنامج ده الافوكاتو، انا قبل ما تخلص حضرتك مثلا كنت بطعن في المحليات وبقول ان المحليات في مصر فيها فساد، هل انا كده ارتكبت جريمه سب وقصف او تشهير؟ لا، ما هو جريمه السب والقصف لازم يبقى المبني عليه اولا معين. حضرتك قلت السيد رئيس الحي ووصفت وصف معين، كويس؟ لو قلت السيد فلان الفلاني رئيس حي كذا اللي كذا من غير ما يبقى في وقعه حقيقيه او وقعه صحيحه او وقعه مظبوطه، لا، دي كده هنا. بما انك محامي النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي، هو اللي حصل من رئيس نادي الزمالك يعتبر سب وقصف؟ لا، انا مش عايز ادخل في التفاصيل ديت، احنا في بلاغ والبلاغ من جهات التحقيق واحنا بنحترم جهات التحقيق والبلاغ ده. انا كلام بحترمه معاك، بس اديني يعني حاجه الايمن يعني. طب انا شاطر، خلينا بقى اعلامي شاطر برضه. قولا واحدا براءة النادي الاهلي من قبول التبرعات فيها حكم قضائي حائز لحجية الامر المقضي. يعني النادي الاهلي لم يتم التصرف في اعمال التبرعات بشكل او باخر، وده بموجب حكم قضائي. قبول التبرعات بخلاف القانون صدر فيها حكم قضائي جنائي نهائي فاصل في الموضوع ببراءة الكابتن محمود الخطيب والاستاذ العمري فاروق من قبول تبرعات بالمخالفه للقانون، وحكم حائز لحجيه الامر المقضي. حائز لحجيه الامر المقضي يعني لا يجوز العوده. يعني لو حضرتك عملت فيها بلاغ تاني ان انا قبلت تبرعات بالمخالفه للقانون يدفع فيها بعدم مسابقه الفصل في الموضوع، تمام، وحكم محكمه وفي جلسات وفي محاكمه والمساله فيها تفاصيل كتير. طيب
طيب استاذ محمد عثمان المحامي الشهير ومحامي النادي الاهلي ونقيب محامين شمال القاهره سابقا، شكرا جزيلا ليك. الحقيقه قبل ما اقدم فقرتي الجايه حابب اقول يا جماعه احنا بنستضيف بطوله افريقيا. بطوله افريقيا دي بطوله عرس كروي، عرس اتفرج بقى على لعيبه افريقيا كلهم هنا في مصر. الحقيقه محتاجين الجو يبقى هادي، البلد دي محتاجه تتقدم، البلد دي محتاجه تطلع لقدام. اللي بيحصل بيرجعنا لورا وبتفرجوا الناس علينا، يعني كفايه يا جدع لغات وشارك يا جدع قلب. مره فنانه قالت كلمه محامي جيري ورفع قضيه، حد تاني يطلع النادي الاهلي عمل بسرعه قضيه. يا جماعه القضاء المصري عليه اعباء رهيبه، قضايا رهيبه، يعني القضايا دي كلها تعتبر قضايا هنقول ايه؟ تافهه. يلا خلينا نطلع بقى لفقرتنا.